كرشك كبير، دراعك تخين، بقيتي 90 كيلو، انا جايه اقول لك ما تخسيش. ايوه انا بقول لك ما تخسيش، انت عارفه ان في موريتانيا كل ما الست تتخن كل ما فرصه الجواز عندها بتزيد، ومن وهم صغيرين بتقعد تتخن في نفسها يا بالاكل يا بالادويه، وشايفين كده انها بتزود من نسبه جمالها وان كل الرجاله هتعجب بيها. هما فعلا الرجاله هناك ما بتحبش الست الرفيعه وبيشوفوا عندها نقص وعي، يعني كل ما تبقي كيرفي كده كل ما تتجوزي اسرع. شنطتك وعلى موريتانيا بسرعه. الصين بقى عكسهم تماما، عندهم هوس النحاف وبعض الستات بيلجأوا لادويه النحاف، وعندهم مثل صيني مشهور بيقول الست المثالية وزنها ما يعديش 50 كيلو، ولا كأني قلت حاجة، دول أكيد ما بيأكلوش محش. وشايفين إن الستات اللي وزنها أكتر من 50 كيلو كسلانين، والله أبداً، دول نشيطة جداً ومش بيعرفوا يهتموا بنفسهم. مفيش الكلام ده على فكرة، الله ما تتعبوناش بقى يا جماعة نخس ولا ندخ. عامة الرفع الزيادة أو التخن الزيادة بيعملوا مشاكل وأمراض صحية كبيرة جداً. الوسط حلو يا جماعة، وبعيداً عن الهزار، أياً كان أنت رفيعة أو تخينة أنت حلوة في كل حالاتك. حبي نفسك وتقبلي نفسك في الشكل اللي أنت فيه، بس حاولي إنك تحافظي على صحتك.